كل لعبة وفيها تفاصيلها وصعوبتها. يمكن كابتن سيد انت مريت على يعني طبعا على صعوبات كتير وسنين مع النادي الاهلي، الله اكبر، يعني كابتن تاريخي للنادي الاهلي ببطولاتك بانجازاتك. ايه اللي يميز موسم السنة دي عن المواسم التانية؟ يعني هل هو زيهم المواسم السابقة؟ هل الموسم ده مميز؟ شايف ايه النهارده يختلف؟ لا والله، احنا يمكن السنين اللي فاتت كان ربنا كرمنا الحمد لله وربنا كرمنا السنه دي، بس مثلا البدايه بتاعت السيزون ده كانت مش موفقه بالنسبه لنا، خساره الانديه العربيه، فيمكن برضو كانت دي بدري شويه. نعم. يعني احنا دايما كانت الانديه العربيه بتبقى متاخر، بس هي دي احنا ابتدينا الموسم بخساره، تمام؟ فزي ده يعني العادي، لان مش اول خساره ولا هتبقى اخر خساره، يعني ده احنا بنلعب رياضه، رياضة معرضين نكسب ونخسر والكلام ده، وقت اللعيبة بس من الفرقة بتيجي بفضل محترفين. الله سبحانه وتعالى. يعني احنا في النادي الاهلي، تمام، ما بنبصش اللي ورانا، بنبص اللي قدامنا، برافو. تمام. احنا عندنا بطوله جايه ايا كانت ايه، يعني ما شاء الله الكاس اللي احنا بنحتفل بيه ده النهارده، كاس افريقيا، اللعيبه خدت اسبوع، هيبقى عندهم دوري وهيبقى عندهم صحيح، والتزامات وسوبر وبتاع، فمش هينفع ان انت تفضل ممكن تبص على غلطاتك اللي فاتت، تتعلم منها. تمام، تتعلم منها وتحاول تتلاشاها الفتره الجايه وتركز في اللي جاي، انما مش هتقعد تبص على اللبن المسكوب زي ما بيقولوا كده، نركز في اللي جاي، وده اللي حصل، سواء الجهاز الفني او اللعيبه حتى كلهم خلاص الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، ابتدينا بخساره، تمام، لازم ننهيها بمكسب، تمام. برافو، حلو ما الكلمة دي، ينفعش ما ينفعش ان انت لازم السيزون ننهي بتاعك المكسب. يطلع اوف، ما فيش حاجه. فالحمد لله رب العالمين، لعبنا بعديها بطوله القاهره ولعبنا فرقه انبي فيها، وبعدين لعبنا الدوري، وانبي كان جايب محترف وبتاع، واحنا الحمد لله عمر عصر معانا والكباتن كلهم، مش سبعه بقى، في تسعه، لان في اتنين كمان طالعين عندنا، ياسين مين ياسر بقى مين؟ جابر مروان جمال. ومروان جمال، ما شاء تمام، الله، دول ان شاء الله برضو بيعدوا ان هم يشيلوا الرايه بعد ما يجوا بقى، وانا بطل والناس تانية الكبيره لا شويه انت مطول تبطل معانا شويه، كنت اكتر شويه. الله يكرمك، انا جرب حسابك بقى، مطول معانا شويه، تمام. جرب. فالواحد بيبقى لما بيشوف اللعيبه والشغف اللي عندهم ان هم يقدروا يكملوا المشوار، وما فيش حاجه اسمها ان انا بشبع من بطوله، تمام. يعني الدوري ده مش عارف احنا كاسبينه والله، يمكن هم كابتن اشرف بيقول يمكن 13 14 مره، 14 ما تمام، شاء الله، هم 14 ورا بعض متوالي ورا بعض، وما فيش، انما في التاريخ انت مش عارف تعدهم، صح؟ 33 33. طب الحمد لله 34 الله اكبر. فالموضوع بيبقى صعب شويه لو انت اللعيب نفسه ما عندوش هدف. فاحنا ايوه الحمد لله رب صح، العالمين، هدف اللعيب عندنا في النادي الاهلي سواء تنس طاوله او اي لعبه تانية هو مركز اول، ما فيش مركز تاني، تمام. صحيح، فده بيفرق بقى، ان انت انا مش موجود، في شادي موجود، شومان موجود، البيلي موجود، يوسف، خالد عصر، عمر بدير، الصغيرين مروان وياسين، كل الناس دي الفرقه كلها بتفكر في مركز واحد، طب تمام. انا عايز برضو اقول لك مبروك على الدوري التركي. يعني الف الله مبروك، انت يبارك فزت فيك. بالدوري التركي. عايز اعرف يعني النهائي كان مع مين، مين المنافسين، انت فزت ازاي، مشوارك ازاي، كلمني عن الدوري هي التركي بس ده. حصل شوية ملابسات كده في موضوع الدوري التركي، دي كانت تقيلة شوية. ايه احكي لي. المفروض ان هما النادي هو بيتفاهم معايا في الاول، فواحد صاحبي هو اللي ماسك، مش ماسك النادي، اللي هو زي المدرب كده، فبيقول لي سيد في واحد اسمه بورا ده صيني ومتجنس، فهتبقى انت وبورا في الفرقة مع بعض مع بعض، مش ضد بعض، لا مع بعض في فرقة تمام. واحدة، تمام، وهنجيب عليكم التالت ده، واحد بطل 17 سنة هناك، المفروض ان شاء الله ده هيبقى التالت بتاعكم. ممتاز. بورا بقى موضوع كورونا والحاجات اللي عندهم الحجر في بتاع الصين، الصين والكلام ده كله، والحاجات دي، فمش عارف يجي، هو صيني متجنس فعايش هناك اصلا في الصين وبيجي هتلعبوا على اتنين الماتشات، ازاي؟ فمش عارف. هتلعبوا اتنين ازاي؟ ما هو جابوا واحد بقى اللي هو بقى رقم اتنين اللي معايا، بقى رقم تمام ثلاثة بقى رقم اتنين، تمام وانا بقى وانا بقى انا بقيت انا كده كنت رقم واحد، واحد. وبعدين كان طب بورا جابوا لكم ثلاثة مين بقى؟ واحد تركي. نص كم، يعني يعني واحد غلبان خالص، يعني كان الحمد عيل لله. صغير خالص لسه امكانياته مش قوية يعني. فانا رقم اتنين اللي معايا عندنا في الفرقة في ياسين جابر اللي بقولك عليه ده، تحت لسه اول سنة تحت 17 سنة، ده كان هيكسبه في تمام. الدوري، في هناك في بطولة كده في اتلانتا، ياسين ده كان هيكسب يعني الواد ده انت عايز توريني المستوى برضو بالظبط، قريب يعني، ما هوش مع الصغير اللي عندنا، تمام. فربنا كرم الحمد لله، عمالين بنعافر طول السنه، انا كل ماتش بلعب 3 ماتشات، تمام، يا لان خبر ابيض، المكنه هناك مش زينا هنا 5 ماتش، هناك 7، فانا بلعب يا ماتشين خبر فردي ابيض. وماتش زوجي، وبلعب مع رقم اتنين ده اللي هو تحت 17 سنه الماتش الزوجي، يعني انت شايل الفرقه لوحدك انت باختصار يعني، مش هنقول بفضل لوحدك الله يعني، بفضل بفضل الله الله هنقول سبحانه وتعالى، 70% من الحمل انت يعني شايله، الحمد لله رب العالمين. تمام. فماشيين فرقه اسمها من ادانا، فرقه اسمها مش فاكر والله، حاجه شرطه او حاجه كده من ادانا،
شحن بنوع ادانا على طول ادانا على طول. دي المقاطعه فيها احمد نديم من اللي هو كابتن احمد نديم لاعب نادي انبي ودول الكسبانين الدوري السنه اللي فاتت تمام، ومعهم رقم 3 هناك ورقم 5 او 6 في تركيا. فهي دي اجمد فرقه لان هم فيهم الثلاثه كويسين. فانا الحمد لله في الفاينل ربنا كرمني كسبت الماتشين الفردي وكسبت الزوج مع الواد اللي معايا، والواد ده كسب ساعتها بقى في الماتش السادس كسب رقم 3 هناك، وده المره الماتش الوحيد اللي هو تقريبا هو كسبه. فكان الفاينل فالحمد لله ربنا يسرها وكسبنا البطوله. الف مبروك الدوري التركي والدوري المصري كمان، انجاز كبير ليك.